السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. معكم أستاذ بريم الشيخ، مدرب القدرات اللفظية بمدرسة الخوارزمي الأهلية. أهلا ومرحبا بكم. لو في مشكلة في صوت يا شباب نبهوني بالله. صوت واضح الحين؟ نعم، واضح أستاذ. جزاكم الله خيرا. نبدأ على بركة الله تعالى. اليوم بإذن الله سوف نقوم بمناقشة نوعين من أنواع الأسئلة في اختبار اللفظي. أهلا ومرحبا بكم. أولاً، النوع الأول اليوم سوف نناقش أو نتناول سؤال إكمال الجمل. وإكمال الجمل مهارة من مهارات القدرات اللفظية. أولاً، بعض النصائح التي لا بد أن تراعيها في هذا السؤال. طبعاً بالحصة السابقة تناقشنا في استيعاب المقروء، وتعلمنا كيف نقوم بالقراءة ثم الحل بعد ذلك، وقلنا أنه أهم سؤال في اختبار القدرات اللفظي هو استيعاب المقروء وكيفية القراءة وقراءة الأسئلة بعدها. اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن إتمام الجمل. أولاً، لابد أن نقرأ الجملة الناقصة بكاملها، وقبل أن تنظر في بدائل الإجابة المقترحة حاول التفكير بإجابات ممكنة قد تخطر على بالك أثناء القراءة. يعني تقرأ الجملة بفراغاتها قبل الإيه؟ قبل قراءة الاختيارات الأربع التي تكون أسفل السؤال. هذه أول نصيحة. النصيحة الثانية، ضع الكلمة الأولى من كل اختيار من الاختيارات الأربعة في الفراغ الأول من العبارة، ثم استبعد الكلمات غير مناسبة للمعنى أو التي تجعل المعنى غير منطقي. كما ذكرنا شباب، الاستراتيجية الحل هي أهم من إيه؟ أهم شيء يساعدك على الحل. كلما كنت منظما في الاستراتيجية في الحل، كلما كنت أسرع في الحل، والسرعة هنا بأهمية بمكان في هذا الاختبار. ضع الكلمة الثانية من الخيارات التي لم تستبعدها في الفراغ الثاني، واختر أيها أنسب. كما ذكرنا أن هذا السؤال يا شباب لابد أن يأتي بفراغين في الجملة، فراغين اثنين، غالبا يأتي بفراغين، وغالبا الفراغ الأول يكون صحيحا. كل الاختيار الأول أول كلمة صحيحة، أما الكلمة الثانية تكون إيه؟ تكون هي الفيصل الذي على أساسه تختار الإجابة. تنبه لصيغ الاستثناء والاستدراك. كما ذكرنا، استثناء يعني بإلا أو غير أو سوى أو رغم أن أو لا، والاستدراك كلكن وغيرها من الأدوات وبل وهكذا. كل هذه الأدوات تغير المعنى، تغير المعنى أثناء. سوف نقوم بالحل الآن ونرى هذه الأشياء، لأنها تغير الموقف السلبي إلى إيجابي والعكس صحيح. بعد اختيار الإجابة اقرأ العبارة كاملة بعد أن ملأ الفراغ، وتأكد أن المعنى واضحا ومنطقيا وصحيح لغويا.
هذه أهم النصائح في اختبار في هذا السؤال إتمام الجمل. سوف نقوم بدراسة اليوم إتمام الجمل والمفردة الزائدة. هناك نوع جديد من الأسئلة يسمى المفردة الزائدة. نكمل على بركة الله، ننتقل إلى التدريبات سريعا حتى نثقل مهاراتنا في هذا السؤال. السؤال الأول، أقوم بإجابة أول سؤال حتى نتمكن من الاستراتيجية التي قمنا ببعض النصائح الآن. الثروة، المال يعني، فراغ كالسلحفاة وفراغ كالغزال. أولاً لابد نقرأ كما قرأت الآن، ثم بعد ذلك نختار الخيار الأول ثم الخيار أو الكلمة الأولى ثم الكلمة الثانية. وهنا الثروة تأتي كالسلحفاة وتفر كالغزال. لماذا؟ لأننا لو قلنا الثروة تقوى كالسلحفاة وتضعف كالغزال، القوة والضعف ليس في الثروة، تروح كالسلحفاة. لا، طبعا الثروة عامة المال يذهب يعني في الدنيا عامة سريعا، لذلك إيه؟ هو إيه؟ ليس تروح وإنما تأتي كالسلحفاة بطيئة وتذهب سريعا كالغزال. هذا بالنسبة للمال، يأتي يجمع الإنسان من حله طبعا ببطء ويعني يذهب منه سريعا كالغزال. هذا قول عربي أو قول إيه؟ عام في العرب يقولون كمثل الثروة. وغالبا يا شباب يأتي السؤال هنا مقولات، بعض المقولات العربية، الأمثال، الأشعار، وهكذا سوف ننتقل إلى بعض الأسئلة ونجيب معا على هذه الأسئلة ونتعرض للأقوال العربية والحكم وبعض الأقوال الشعرية أيضا تأتي في هذا السؤال. ننتقل إلى الطلاب سريعا، قولوا معي. السؤال الأول موجه للطالبات، يجب أن تكون فراغ عندما تعرف طريقا فراغ الآخرين. يجب أن تكون سريعا، يرفع يد، رفع اليد. ماريا تفضلي يا ماريا. يجب أن تكون، ما أسمعك ماريا؟ افتح المايك او شاركت في الشات يا استاذ. اي معلش الشات عندي ما مو شغال، بشوفه الحين. اي بشوفه. جيم، ماريا تقول جيم. طب حد عنده راي اخر من فريق الطالبات؟ سريعا. ماريا عدلت، قالت باء. وهي إجابة صحيحة، شكرا ماريا. وسالكة رفع يدها بعد، هذه إجابة صحيحة. قائدا عندما تعرف طريقا ضله الآخر، يبقى يجب أن تكون قائدا هنا لأنك من تعرف الطريق. طبعا رجلا كل الإجابات الأولى كما ذكرنا يا شباب، كل الإجابات أو الخيار الأول أو الكلمة الأولى دائما صحيحة، رجلا، قائدا، مرشدا، دليلا، كل هذا صحيح. أما الفيصل عندي الفراغ الثاني كما ذكرنا، نقول أنت تعرف طريق وأناس لا يعرفون هذا الطريق مهما كانوا في سن أكبر منك، فلا أنت لابد أن تكون أنت قائدا في طريقا أو في طريق ضله الآخرون، وهكذا. السؤال التالي موجه للطلاب، قد يكون في استصعابنا الأمر فراغ السبل إليه. ارفع يدك سريعا، قد يكون في استصعابنا الأمر. فريق الطلاب سريعا، الطلاب، يلا شباب سريعا، لفتح المايك. ويان، هلا سويان تسمعني؟ إيه. سريع يا شباب يرفع يده.
فريق الطلاب، الطلاب معنا طلاب، معنا ليث، ومعنا ريان، ومعنا طلال، إبراهيم، سليم، ومعنا ركان وريان. سريعا يا شباب يرفع يده، مشعل. سريعا يا شباب الطلاب، السؤال ثلاثة قد يكون في صعبين الأمر، نقط السبل إليه، ما الإجابة المناسبة؟ هل أصعب، أسهل، أشق، أعلم؟ سريعا يلا ريان. أصعب يا أستاذ. أصعب، يبقى من أين أتيت بأصعب؟ من استصعبين صح؟ نعم يا أستاذ. ما الوش يعني هنا جبت هذا مفتاح الجملة استصعبين. طيب حد يوافقه من فريق الطلاب مع ريان؟ الطلاب مع ريان ولا مختلفين؟ مع أي حد يختلف معي يريد يرفع يده سريعا. يلا لسه في طلاب، لسه سالي تفضلي. سالي ما رأيك في السؤال ده؟ يمكن تصلح أشق بعد، أشق يعني أصعب وأشق. طيب نجيب بدل من الفريقين، حد عنده رأي ثالث سريعا؟ ماريا تفضلي. ماريا طبعا الإجابة خلاص يعني سهلت، بدل من الاثنين دول إجابتين، الثالثة طبعا تبقى أسهل. ماريا تفضلي. ماريا أسمعك ترفع يدك. فشات إيه معلش نسيت. طيب نشوف فشات سريعا. ماريا تقول جيم، بنشوف الإجابة الصحيحة طبعا باء. لماذا؟ ركز معي شباب. قد يكون في استصعبين الأمر أسهل السبل إليه، هذا قول عربي أو مثل أو حكمة. تقول لي يا أستاذ كيف أعرفها؟ أقول لك من الاستصعاب. الاستصعاب هذا يعني يكون واحد مثلا شق على نفسه شيء هو وهو سهل الأمر. استصعاب الأمر معين هو أصلا في ظاهره سهل، وقد هنا للإيه؟ للاحتمالية ليس للكثرة. قد للاحتمالية هنا. قد يكون في استصعابين الأمر أسهل السبل إليه، يعني أنا صعبت على نفسي جامد لكن إيه هو أصلاً في ظاهره سهلاً. يبقى هنا الإجابة الصحيحة أسهل. هذه مقولة يا شباب، مقولة لو بحثت عنها تجدها هكذا، مقولة عربية أو حكمة عربية. طيب زي ما قلت لك أول السؤال يا شباب، كثيراً من المقولات والأشعار كثيراً تأتي في هذا النوع من السؤال اللي هو مقولات عربية، قد يكون منها أو المثل العربي قد يكون في استصعابين الأمر. يعني أحياناً كثيراً نقول الشيء اللي تصعبه يكون أسهل ما إيه؟ مما تتوقع، نقول هكذا. هذا بالنسبة لهذا السؤال. طبعاً السؤال ده تركته إيه؟ الاثنين الفريقين أخطأوا فيه. لماذا؟ لأن استصعابنا هنا هي الكلمة الإيه؟ لو عرفت معناها تعرف الإجابة سريعاً. استصعابنا هو أمر سهل أصلاً ليس صعبا. وانت من قلت عليه ايه؟ انت من دفعت نفسك الى ايه؟ استصعاب، هو سهل. اربعه فريق الطالبات الان، السؤال هنا للطالبات، يجب الا تقول كل ما تعرف ولكن يجب ان فراغ كل ما فراغ. سريعا. هذه اشارك يا استاذ. تفضلي اسمعي. يجب ان نهى التميمي. تفضلي ما؟ يجب ألا تقول كل ما تعرف ولكن يجب أن تعرف كل ما تقول. أحسنت، إجابة صحيحة. هذا قول عربي أيضا أو حكمة، يجب ألا تقول كل ما تعرف، هذا النصف الأول من الحكمة، ولكن يجب أن تعرف. آسف يا شباب معلش، أنت جاوبتي إيه مها معلش؟ ألف. ألف صح، إجابة صحيحة، تعرف كل ما تقول. يعني يجب ألا تقول كل ما تعرف، دي من إيه؟ من الذكاء والفطنة والحكمة أن لا تقول كل ما تعرف، ولكن يجب أن تعرف كل ما إيه؟ كل ما يقول. لكن هذا الفيصل يا شباب،
كلمة لكن هذه هي الفيصل. ليه؟ لأن لكن للاستدراك. يعني إيه الاستدراك؟ مثلا أقول لك حضر جميع الطلاب لكن المهمل لم يحضر، هنا تجد هنا الاستدراك هذا يأتي بالضد غالبا، الضد غالبا، لذلك نقول تعرف إيه كل ما تقول وهكذا. يبقى الفيصل هنا أو الجملة الكلمة المفتاحية هنا في هذه الجملة هي كلمة لكن. مفهومة؟ يا ريت يا شباب لو عشان ما عندي القائمة، البرنامج عندي في مشكلة ما بشوف القائمة، لو حد عنده يحب يستوقفني أو يفهم شيء يا ريت يفتح المايك ويسألني على طول حتى إيه لا أنتقل إلى سؤال دون الفهم. يبقى هنا لكن هذه النقطة المفتاحية أو الكلمة المفتاحية كانت ضد الجملة الأولى، لذلك قلنا تعرف إيه كل ما تقول، وهذا أيضا مثل عربي. بعد سؤال الطلاب، الشعر يجب أن يكون من معطيات فراغ لا فراغ. الشعر يجب أن يكون من معطيات فراغ لا فراغ. سريعا ارفع يده فريق الطلاب، أسرع. عندي ريان، تفضل ريان سريعا. أسمع ريان، ما عيد تاني معلش ما أسمع. ما أسمع يا بطل، أي لو تكتب عشيات أو ريان. تمام يا سام. إيه سؤال يقول، اسمع معايا في السؤال. معاك يا سام. رقم 5، الشعر يجب أن يكون من معطيات، اختار ألف باء جيم دال. هل الإحساس للحواس؟ هل الإيمان للخواطر؟ هل العمل للنضج؟ هل العلم للشهادة؟ سريعا. بس العلم والشهادة يا استاذ. العلم للشهادة، هذا اختيار ريان. حد عنده إضافة أو يثبت إجابة زميلكم من الطلاب؟ سعود تفضل يا سعود. زميلك يقول العلم للشهادة، الشعر يجب أن يكون من معطيات العلم للشهادة. ما رأيك يا سعود؟ افتح المايك سريعا بالله. اسمعك سعود. الإحساس لا الحواس. الإحساس لا الحواس، وهي إجابة صحيحة فعلا. لماذا؟ لأن العلم هو الشهادة، العلم هو الشهادة، الغيب بعكسها الشهادة، إنما هنا العلم والشهادة لا مترادفين. أما الشعر عامة من الإحساس، كما ذكرنا أصل الشعر هو العاطفة، والعاطفة مصدرها الإحساس لا الحواس. يعني شباب الآن الشعر العربي عامة يعتمد على العاطفة، لابد أن نسأل أنفسنا في الشعر ما العاطفة المسيطرة على الشعر، ما العاطفة المسيطرة. فأصل الإيه؟ فأصل الشعر الإحساس، أصل الشعر الإحساس شباب لا الحواس. هكذا العلم للشهادة ما يمديني، لأن لا ديت لازم الإيه؟ شيء مختلف، بعد لا يبقى شيء مختلف ممكن، لكن في لا، لا دي الفيصل عندي. ماشي ريان؟ ما يمديني أقول العلم للشهادة، لا ما يمديني، لأن إيه؟ ليست كلمتين مختلفتين ولكن بنفس المعنى. أما هنا الإحساس والحواس كلمتين مختلفتين، لذلك يمدينا إيه هنا نقول الإحساس للحواس. ومن ما أكد هذه الإجابة أيضا أن الشعر مصدره الإحساس فعلا ليس الإيه؟ ليس الحواس، وهكذا. مفهوم يا شباب؟ ننتقل إلى، يا ريت لو حد زي ما قلت قبل كده عنده إضافة عايز يسأل أي سؤال يستوقفني ويسأل. الآن السؤال ينتقل إلى هذا قول عربي مشهور إلى فريق الطالبات، عند الشدائد تذهب، عند الشدائد تذهب الأحقاد، الأنساب، الأفراح، الأعمال. سريعاً سارة تفضلي. سارة، في طلاب جديدة. ألف الأحقاد. الأحقاد، أحسنتي، هذا قول عربي مشهور وشعر عربي أيضاً مشهور جداً، يقول فيه شعراء: عندما يحدث بينك وبين صديقك أو صديقتك بعض المشاحنة أو الكراهية، عندما تصاب بشدة أو مصيبة
تذهب كل هذه الكراهية وينتقل الصديق ويزول ما داخله من حقد اتجاه صديقه بسبب إيه شباب؟ بسبب الشدة التي يقع فيها. نقول قال الشاعر في أحد الشعراء: نخلت له نفسي النصيحة أنه عند الشدائد تذهب الأحقاد، تذهب الأحقاد. هذا مثل أو من الشعراء كانوا يستخدمونه كثيرا في الشعر العربي القديم. نخلت له نفسي، يعني اصطفت له نفسي. نخلت أي أخذت الشيء الحسن، منها النخالة حق القمح والحبوب. نخلت اختارت أحسن الشيء. له نفس النصيحة، يعني اخترت له نصيحة حسنة، أنه عند الشدائد تذهب الأحقاد، يعني وقت الشدة جنب الكراهية على جنب. أنت مثلا في موقف بينك وبين أحد أقربائك أصيب مثلا في حادث لا قدر الله أو شيء شدة، تعرض لشدة، فتذهب هذه الأحقاد مجرد وجود هذه الشدة. هذا معنى عند الشدائد تذهب الأحقاد. أحسنت سارة، شكرا لك. سبعة: كيف تضحك الأرض إذا لم... السؤال موجه للطلاب، صح شباب، السؤال هنا موجه للطلاب، فريق الطلاب. كيف تضحك الأرض إذا لم يبكي فراغ، وهل ينال الطفل نقط دون بكاء؟ سريعا ارفع يدك سريعا يا شباب. فريق الطلاب، عندي الليث وعندي ريان وعندي طلال وعندي إبراهيم وعندي ركان وريان بعد وعندي سعود ومشعل ونايف ونواف. سريعا يا شباب. الآن السؤال يقول: كيف تضحك الأرض إذا لم يبكي فراغ، وهل ينال الطفل فراغ دون بكاء؟ سريعا، سهل على فكرة، ما فيها شيء. أسرع. عندي ليث، تفضل لي ليث. ليث أسمعك. كيف تضحك الأرض إذا لم يبكي السحاب، وهل ينال الطفل حليبا دون بكاء؟ أحسنت، فعلا السحاب. تضحك الأرض طبعا مبالغة على فرحها بنزول المطر طبعا. وهل ينال الطفل حليبا دون بكاء؟ طيب، كما قلت استوقفني لو في شيء، ما في شيء أنا بنزل على طول. فريق الطالبات سريعا، الحياة طبعا العدد الأكبر الطالبات هنا الآن لاحظتها، فلذلك سريعا يعني. الحياة مليئة بالمواقف المختلفة، فالغباء نقص والتغابي فراغ، والغفلة نقص والتغافل فراغ. سريعا ارفع يدها سريعا. في فريق الطالبات، فريق الطالبات ليس خلاص، فريق الطالبات سريعا. عندي سالي، من بعد سالي يرفع يدك سريعا. الحين لو سمحت رد علي الشاشة الآن واضحة أمامكم الآن في نفس اللحظة هذه؟ واضحة، تمام، شكرا لك. الآن بقى يا شباب سريعا، سالي رفع يدها، من بعدها فريق الطالبات أسرع. مشاركة أسرع يا شباب. طالبات، سالي عرفت الإجابة، نشوف سالي هي الوحيدة اللي رفع يدها في فريق الطالبات. تفضلي سالي. الحياة مليئة بالمواقف المختلفة، فالغباء نقص والتغابي كمال، والغفلة نقص والتغافل حكمة. أحسنتي، بارك الله فيك، فعلا إجابة صحيحة. واحد يقول لي يا أستاذ كيف التغابي كمال؟ أقول لك لو عرفت معنى التغابي تعرف أنها صحيحة. كيف التغافل حكمة؟ هل الغفلة حكمة؟ لا، هناك فرق يا شباب بين التغابي والغباء والتغافل والغفلة. نركز مع بعض بقى سريعا. قال الشاعر قول سريع جدا، قال: ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي. تاني: ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي. المتغابي هو من يدعي الغباء، يدعي الغباء عدم الفهم حتى يحصل على المعلومة التي يريدها، هذا هو المتغابي. لذلك قال الشاعر: ولكن سيد قومه المتغابي. والتغابي كمال في الذكاء ليس غباء. هنا التغابي ذكاء، قمة في الذكاء. والتغافل هنا حكمة. ما معنى التغافل؟ التغافل عندما يرى الإنسان شيئا ويغض الطرف عنه أو يتركه كما الوالد في البيت مثلا، عندما يراك تفعل شيء معين ويراك ولكن يجعل نفسه كأنه لا يراك حتى يمر الموقف، هذا اسمه التغافل.
فالتغافل ليس الغفلة، وإنما التغافل هو الذي يعني يظهر الإنسان عكس ما إيه؟ عكس ما هو عليه. يعني التغابي يظهر، لو أنت فهمت اللي قدامك اللي أنت غبي هذا هو إيه؟ تغابي، حتى تحصل على ما تريد منه من معلومات. وأيضا التغافل ترى شيئا وتجعل نفسك إيه؟ كأنك لم تره. لماذا؟ حتى إيه؟ لا تحرج من أمامك مثلا من الحكمة، أو أنك مثلا إيه؟ لا تريد أن تعاقب إن كان والد مثلا أو معلم أحيانا يسمع بعض كلمات من الطلاب فيتغافل عنها، يتغافل عنها أي أنه يتركها كحكمة ولكن إيه؟ ليس غفلة منه. فهكذا شباب، أحسنتي سالي، شكرا لك. ننتقل إلى السؤال التالي. طبعا يا شباب المفردات هذه مهمة جدا، يعني تفهم النهاردة التغابي، الفرق بين التغابي والغباء، الفرق بين التغافل والغفلة، هكذا هذه الإيه؟ هذه المقولات والشعر العربي كل هذه جت في الاختبارات السابقة. هذا آخر التجميعات اللي أمامك الآن. احملوا إخوانكم على ما كان فيكم، هذا سؤال الطلاب، ركز الشباب الطلاب، احملوا إخوانكم على ما كان فيهم كما تحبون أن يحملوكم على ما كان فيكم، فليس كل من رأيت منه نقط وقع منك. سريعا، هذه مفتاح الإجابة، هذه كلمة سريعا، رفع يده سريعا من الطلاب، أسرع من رفع يده بالطلاب، ها سريعا يا شباب، ريان يبي يجاوب، فتح المايك ولا إيه؟ أو مشعل، تفضل مشعل لو عنده، ريان تاني اليد، لو حد عنده اليد ما ترفع يبلغني، ها ريان أو مشعل. قاعد أفكر يا سام. فكر يا بطل بقى. بس الوقت لازم دقيقة، ما تنسى دقيقة تخلص، يلا سريعا. أي حد منهم ريان أو مشعل يجاوبوا أسرع. مشعل تفضل، يا مشعل رفع يده، إيش تفضل يا بطل. ها أسرع، احملوا إخوانكم على مكان فيهم. إجابة صحيحة مشعل، ها أسرع يا بطل، احملوا إخوانكم على مكان فيهم كما تحبون أن يحملوكم على مكان فيكم، فليس كل ما رأيت منه نقط فراغ وقع من فراغ. أسرع، من يقع، من وقع، هل رأيت منه نعمة أم سقطة أم فضلا أم وحدة؟ سريعا مشعل، طيب ريان تفضل. ريان ألف يا سام، ألف، هل من رأيت منه نعمة وقع، هل من رأيت منه نعمة وقع؟ لا طبعا لن إيه؟ لن يقع، وإنما من يقع هنا، ها هذه المفتاح كما قلت لك، هذا المفتاح وقع، دي المفتاح، من وجدت منه سقطة، سقطة يعني زلة، يعني خطأ، أي خطأ، سقط منه وقع من عينك، يبقى رأيت منه سقطة وقع من عينك. طبعا من وقع دي لازم يكون شيء سلبي، سقطة هي الشيء السلبي الوحيد طبعا، وسقط من عينك أو نظر، الاثنين صح، نظرك وعينك صحيحة، لكن هنا المفتاح هنا زي ما قلت وقع، لماذا؟ لأن سقطة هذه هي مع وقع. على الشباب واضحة، يبقى كل جملة فيها كلمة مفتاحية كما ذكرت، هي التي تبين الإجابة الصحيحة بدقة، وهكذا. طبعا خط هذا على الشباب، ننتقل إلى فريق الطالبات، كل نستفيد يا شباب بسرعة سريعا. إن فراغ لا يؤدي إلى إزالة السلوك المعاقب، طبعا إجابة صحيحة سهلة، إن الضربة سريعة، لأن إجابة هنا سهلة، إن الضربة لا يؤدي إلى إزالة السلوك المعاقب عليه، وإنما يؤدي إلى تثبيت هذا السلوك. طبعا أعذب الناس من يترك خلفه أثرا، إجابة صحيحة هي أعذب، وخلفه الإجابة السهلة بحلها معك سريعا، أعذب الناس من يترك إيه خلفه، من يترك خلفه أثرا. كلمة إيه أثرا ديت هي المفتاح، ليه؟ ويترك أيضا مفتاح، يترك خلفه، ما يمدينا أقول يترك أمامه ويترك معه ولا يترك له، ممكن يترك له، لكن أثرا ها
هذه أيضا من محددات الجملة هذه، فاخترنا خلفه الإجابة الصحيحة، فأعذب خلفه. هكذا شباب، لابد أن يكون هناك كلمة مفتاحية تعبر عن الإجابة الصحيحة تعبيرا مباشرا، كيترك أثرا، هاتين الكلمتين وهكذا. إذا تكلمت عن نفسك بما فراغ، تكلم الناس عنك بما فراغ، دي إجابة سؤال كويس. نسأل فريق الطالبات فيه، إذا تكلمت عن نفسك بما فراغ، تكلم الناس عنك بما فراغ. سريعا ارفع كشف اليد المرفوعة، يكشف اليد المرفوعة الآن. فريق الطالبات، الطالبات ريان نزل يدك بالله عشان يشوف الطالبات اللي عندي. سالي وعندي ماريا، ماريا بتجاوب على الشات. أشوف الإجابة دي رقم كم؟ السؤال الآن أمامك الآن رقم 13. إذا تكلمت عن نفسك بما فراغ، تكلم الناس عنك بما فراغ. سريعا سؤال 13 الآن، سؤال 13 سريعا. اللي عايزة الطالبة اللي تبي تجاوب الشات تجاوب الآن. ماريا باء، ماريا تقول باء. سالي نشوف سالي هتقول إيه، تفضلي سالي. جيم. إذا تكلمت عن نفسك بما يتعبك، تكلم الناس بما يضعفك. لماذا سالي؟ لماذا اخترتي؟ يمكن أي واحد يتكلم عن نفسه، إذا يشوف مثلاً نفسه، يعني هذا مثال، إذا يشوف نفسه إنسان ضعيف بيشوف الناس بالصورة اللي هو يوصفها بنفسه. تمام. ومثلا اذا كان وصف نفسه بشخص قوي، الناس بينظرون لنظره شخص قوي. ف انت كما ترى نفسك يعني. بالضبط. تمام. طيب بالنسبه لحد عنده راي ثاني يا شباب من الطلاب او الطالبات الان؟ هي الاجابه فعلا انا شايفها برضو يتعبك ويضعفك. سريعا دال، نهى تقول دال. نشوف دال يا دهى مع بعض. اذا تكلمت عن نفسك بما تحب، تكلم الناس عنك بما تكره. لماذا نهى؟ لو طب لو في شات مش نافع، مش نافع في الشات تقول لنا. لماذا نهى لو عرفت فعل مايك تحب وتكره كما تريها؟ انا ما اقدر افتح المايك يا استاذ. ايه تفضل اسمعي. يعني لاني انا بصراحه اخترت الاجابه هاي بس لانه ما لقيت شيء ثاني، لأنه كل ما طالبة تختار إجابة يبدو أن الإجابة هي غير صحيحة. وهي فعلاً الإجابة اللي أنت قلتها صحيحة، يعني هي الأصح عندي، لأنها قول عربي، قول عربي، مثل عربي صحيح، تحب تكلم الناس عنك بما تكره. ولكن التفسير اللي أنا عايز أقوله يا شباب، سالي إجابتك أيضاً صحيحة، لكن هذا قول زي ما قلت لكم من قبل، هذا قول عربي، قول عربي كثير. معنى إيه بقى؟ إذا تكلمت عن نفسك بما تحب، يعني تفاخرت إيه لنفسك، يعني تكلم الناس عنك بما إيه، بما تكره. هذا معناه. تاني شباب، أما إذا تكلمت عن نفسك بما يتعبك، يعني أنت كما ترى نفسك، يعني إيه بس بعيدة شوية يا سالي، هتسالي معي صح يا ألف جيم، بعيدة شوية، لكن هنا أقوى. ليه؟ لأن إيه؟ الإنسان اللي يحب نفسه كثير بيتكلم عن نفسه بما يحب كثير، الناس إيه تكلموا عنه بما يكره. ده يقولون مثلا ان هو ايه يرى نفسه جيدا، يجيبوا ليه العيوب اللي فيه. حد عنده اضافه يقول؟ هذا قول عربي اولا عشان ما نختلفش فيه. هذا اذا تكلمت عن نفسك بما تحب، تكلم الناس عنك بما تكره. خلاص شباب. طيب اللي عنده اضافه يرفع يده او يفتح المايك ويسالني سريعا. هذا قول عربي مشهور. طيب ننتقل الان الى فريق الطلاب. طبعا سؤال سهل، لكي تخبز احلامك عليك ان تزرع الامل. طبعا اجابه نسحب على السؤال هذا وننتقل لاسحاب السؤال الاخر. وطبعا ايه وتطحن الفشل وتعجن الياس، هكذا هذا السؤال، تطحن وتعجن. السؤال اللي بعد، ان الصداقه الحقيقيه، ان الصداقه الحقيقيه هي التي يكون فيها فراغ الصادق والحب في الله، لا يهدف الى المصالح وفراغ المطامع. إن الصداقة الحقيقية هي التي يكون فيها الطلاب، يلا سريعا ارفع يدك،
إن الصداقة الحقيقية هي التي يكون فيها الود، الاحترام، الهدف، التسامح، المطامع. ركز في كلمة المطامع. ها سريعا رفع يده. عندي عدد كثير من الطلاب. نشوف تركي الغامدي، تفضل يا تركي. اسمعك تركي، افتح المايك. ايه تسمعني؟ ايه اسمعك الان، تفضل يا تركي. جيم. جيم. يبقى نقول ان الصداقه، حتى تاكد من اجابتي يا تركي، اقول اقراها في الجمله: ان الصداقه الحقيقيه هي التي يكون فيها الهدف الصادق والحب في الله لا يهدف الى المصالح ونيل المطامع. طيب نشوف معك في الطلاب اللي رافعين يدهم ايضا. سعود، تفضل سعود الرومي، اسمعك. هل الاجابه متوافق مع تركي ولا مختلف معه في الاجابه؟ انا مع تركي. مع تركي سعود. طيب حد تاني من الطلاب يأكد الإجابة سريعا. طبعا اثنين من الطلاب جاوبوا الآن. طبعا إجابة يا شباب اللي هنا غير موفقة. لماذا؟ ركز معي. ليه اختبرتها كيف يا أستاذ؟ أقول لك الهدف، أنت قلت جيم، الهدف الصادق إن الصداقة الحقيقية التي يكون فيها الود الصادق والحب في الله يهدف الى تحقيق الايه، تحقيق المطامع. هذه هي الاجابه الايه الصحيحه. الهدف ده لما تعمل شيء وتصل الى هدف معين او تصل اليه. انما ان الصداقه الحقيقيه هي التي يكون فيها الود. لابد الصداقه ان تكون ايه، قائمه على الود. ثاني يا شباب، ثاني يا تركي وسعود، لابد ان يا شباب قائمه على الود. هذه هي الإجابة الصحيحة. معي تركي وسعود. ثاني، يبقى إن الصداقة، تفضل أسمعك حبيبي، تفضل. أنت قلت ركز على المطامع، والمطامع ما أحققها، أنال المطامع، نيل المطامع، نيل المطامع وتحقيق المطامع أيضا، الاثنين صحيحة. لكن الهدف هنا الود أقوى من هذا. إيه معاك، تحقيق المطامع صحيحة ونيل المطامع صحيحة أيضا، وكسب المطامع بعد صحيحة، الثلاثة معايا يا بطل. لكن هنا الصداقة، الود أقوى في الصداقة، لأنها صداقة حقيقية قائمة على الود، ليس لهدف معين، ليس الهدف أو غاية غير الود. يعني أنا لي صديق لأني في ود بيني وبينه، مش هدف معين، مش في صداقة بيني وبينه لهدف معين، واضحة؟ لأنه الحقيقية. أنا معاك اللي أنا قلت لك المطامع، لأنك إيه؟ المطامع تأجيج دي تبعد، عشان حتة المطامع ما يمديني أختارها، لكن الثلاثة هدول يا سعود كلها يمديني أختارها في الإيه؟ في المطامع. لكن الكلمة الأولى هنا الأقوى، الاثنين صح، الود والهدف، لكن الود أقوى. معايا يا سعود؟ ليه؟ لأن الصداقة الحقيقية تقوم على الود، لا تقوم على هدف معين. معايا بطل ولا أفسرها؟ يعني لا معك، يعطيكم العافية. طيب لا تأمنن فريق الطالبات، لا تأمنن لأحد في رفقته حتى تراه في ثلاث. عايزين حد غير سالي وماريا، عايزين حد جديد، يلا مع بعض. لا تأمنن لأحد في رفقته حتى تراه في ثلاث: شدة فراغ، ونعمة فراغ، وجفوة بينكم. الإجابة عندي ماريا وسالي ايضا. يا ريت باقي الطالبات تشارك معي سريعا. ها اسرع، اللي تكتب على الشات ماريا او غيرها من الطالبات تكتب على الشات سريعا. ماريا تقول الف. ها سريعا. وعندي من الطالبات ترفع يدها. حد تاني غير سالي يا شباب؟ سالي جاوبت كتير معانا، شكرا لسالي. يا ريت لو حد تاني غير ماريا وسالي، حد تاني جديد من الطالبات سريعا ترفع يدها.
سؤال مو صعب. ليس صعباً هذا السؤال. نقول لا تأمن لأحد في رفقته حتى تراه في ثلاث. الرفقة يعني الصداقة يعني. شدة فراغ ونعمة فراغ وجفوة بينكم. أسرع. يلا سالي تفضلي. ألف. ألف إجابة صحيحة فعلاً. في شدة تصيبك ونعمة تصيبه. لماذا شباب؟ لأن الصديق الحقيقي عندما تصاب بمصيبة لا قدر الله يقف بجانبك فتعرفه أنه صديق حقيقي. ونعمة تصيبه هو يعني عندما يصاب بنعمة مثلا معينة أو يأتي نعمة فهنا هذه النعمة قد تطغيه عنك أو ينساك أو يسحب عليك زي ما تقولون لبعض هكذا. فهذه الثلاث أماكن الثلاث مواقف تبين الصديق الصديق الحقيقي لصديقه. في شدة تصيبك يقف بجوارك، في نعمة تصيبه وجفوة بينكم عندما يحصل بينكم خصام ماذا يفعل معك. إجابة صحيحة، شكرا لك زين. أستاذ تفضل أسمع أنت سؤال. إيه أسمع. مو تصيبه هي حاجة سلبية؟ مين وش إيه؟ تصيبه؟ هنا أيوة تصيبك صحيحة بس تصيبه مش معناها إشي سلبي؟ لا ليس سلبيا فقط، هي مشهور عن الناس سلبية. أصابني الكبر أو أصابني الهرم أو أصابتني نعمة أيضا هي أيضا في اللغة. يبقى أصاب الشيء أو أصاب الهدف ليس شرطا أن يكون أصاب شيء شيء سلبي، وإنما يستخدم في اللغة أيضا أنه إن هو في ان هو ايضا في الاصابه لشيء الايجابي وشيء السلبي. مين بيسال؟ نوع. طيب يبقى دلوقتي نوع هي الاجابه الصحيحه هنا لان تصيبك وتصيبك، وقلنا ان اصاب الشيء ليس بالفرض ان يكون هنا شيئا سلبيا وانما شيء ايجابي ايضا. اصاب المال يعني اخذ المال، ممكن يقول كل العرب يقولون هذا. أما شدة تقتلك لا طبعا مش هشوفك عندما تقتلك الشدة خلاص موت. شدة أتعبتك ونعمة كثرت دي برضو لا، لأن تصيبك وتصيبه ده في القول العربي المأثور كما قلت لكم هناك بعض الأقوال العربية مأثورة هكذا. وأراحتك شدة أراحتك طبعا غير بعيدة وهذه بعيدة، هذه ممكن جيم وهذه ممكن ألف، لكن هنا اخترت تصيبك ونعمة تصيبه لأن شدة أتعبتك ونعمة نعمة كثرت لم يحدد كثرت أين عندك ولا عنده خلاص. أما هنا محددة شدة تصيبك أنت ونعمة تصيبه هو، فماذا نفعل؟ لأن لو أصابتك أنت هذه النعمة ليس اختبار، وإنما كل الأصدقاء يجتمعون حول من عنده المال كما نعلم جميعا. فلذلك المثل العربي يقول هكذا، المثل العربي هكذا شباب. لذلك نقول هذا المثل قول مأثور كما ذكرنا من الشدائد وغيرها من المقولات العربية. في هذا السؤال يأتي مقولات، فأنت تحفظ هذه المقولة كما ونوضحها بعدها كما قل. فعندما نقول هنا اللي سألتني من معلش اسم نسيته اللي كانت تسألني من نهى ينهى هنا لو قلت نعمة كثرت عند من لم يحدد، أما تصيبه دية محددة وأتعبتك هنا أيضا محددة. لذلك يعني هنا لابد أن تصيب الضمير يعود على مين؟ عليك، على الصديق الأول ولا الثاني اللي بيختبر، المختبر ولا المختبر في هذه العلاقة، علاقة الصداقة بينهما. فهنا نقول شدة تصيبك ونعمة تصيبه. أحيانا بعض المقولات ينهى ليست يعني قوية يعني 90 يعني مثلا تصل ل 90% أو 95%، لكن هي أقرب شيء كما قلنا من قبل في الدورات السابقة أن أحيانا الإجابة لا تصل إلى المعنى ب 100% ولكن هي أقرب شيء. لماذا هي أقرب شيء؟ لأن الضمائر دي مناسبة للمقولة، وكثرة هنا بعيدة ليه؟ لأنه لم يحدد كثرة عنده ولا عندك ولا إيه بالضبط. واضح؟ يبقى هنا الأقرب ينوم. طيب
اللي عنده إضاءة يسأل سؤال يفتح المايك ويسأل مباشرة لأسمعه. طيب ما في أي سؤال، ننتقل للسؤال التالي. إذا تزوج المرأة من رجل من رجل غني فستذوق حلاوة العيش ونكهة الحياة، أم إذا تزوج المرأة من رجل عابس تتذوق جنة العيش ونكهة الحياة، من رجل غضوب تتذوق مرارة العيش ونكهة الحياة، من رجل فقير تتذوق طعم العيش ونكهة الحياة؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي غضوب. في بعض زملائكم السهلة قلت برا لنا حلها مباشرة، في بعض زملائكم يقولون أن يا أستاذ ليه قلت غضوب، ممكن إيه رجل إيه غني كما يظن البعض. إذا تزوج المرأة من رجل غني تتذوق إيه؟ فستتذوق حلاوة العيش ونكهة الحياة. لا تستقيم المعنى، لا يستقيم المعنى مع حلاوة العيش ونكهة الحياة، لا يستقيم، وإنما هنا استقام المعنى عندما قلنا إذا تزوج المرأة من رجل غضوب. غضوب يعني صيغة مبالغة من غاضب، يعني كثير الغضب، صيغة المبالغة من غاضب غضوب على وزن فعول زي غفور وكذا. يبقى هنا الغضوب كثير الغضب، فتذوق إيه يا شباب؟ مرارة العيش وغنكة الحياة، لأن الغضب هنا من أسوأ الأشياء الموجودة إيه في الحياة لصاحبه ومن حوله. هكذا. طيب اللي عنده سؤال يسأل يفتح المايك زي ما قلت، استوقفني الشخص. هذا السؤال طبعا للطلاب اللي موقفين عند الطلاب الآن. الشخص فراغ الذي يقف أمام نجاحه هو نقط، هو من؟ سؤال سريع، ده قول برضو أو مثل عربي مشهور. الشخص فراغ الذي يقف أمام نجاحك هو. فريق الطلاب سريعا، أسرع، فريق الطلاب يرفع يده، عندي تركي الغامدي رفع يده، حد غير تركي أسرع، أسرع شباب، يريد الشباب يرفع يده بسرعة، مشعل وريان والشباب يرفع يدك، نايف، عندي نواف، عندي شباب كثير، تفضلوا سريعا. تفضل تركي، اسمعك يا تركي. اسمعني شخص. إيه اسمعك، تفضل اسمعك. الإجابة الصحيحة محتار بين ألف ودال، بس غالبا دال. إجابة صحيحة هي دال، أحسنت. لماذا يا شباب؟ هذا قولي زي ما قلت قبل كده، قول عربي مشهور. الشخص الوحيد الذي يقف أمام نجاحك هو أنت، لأنك كما ترى نفسك زي ما قلت، عندما ترى نفسك إيه فاشلا سوف تصبح فاشلا، عندما ترى نفسك ناجحا. هذا خاص بالتنمية البشرية والأشياء هذه. لذلك إيه الشخص الوحيد الذي يقف أمام نجاحك هو أنت نفسك. ماشي شباب، حد عنده استفسار عنها؟ هذا قول عربي مشهور، الشخص الوحيد الذي يقف أمام نجاحك هو أنت، لأنت كما ترى نفسك كما قلت لكم من قبل. شكرا تركي. ننتقل إلى السؤال التالي للطالبات، سؤال سهل. القرار فراغ لا يعطي مجالا للتردد بل يعطي الشخص القوة لتحقيق أهدافه، هذا خيار واحد أسرع. القرار فراغ لا يعطي مجالا. هذه أشارك يا أستاذ. من الاسم بس؟ نعم تفضلي نوها اسمعك. القرار القاطع. أحسنت فعلا، لأنه لا يعطي مجالا للتردد، يبقى إيه القاطع، لماذا انتهى ما في تردد، بل يعطي الشخص القوة لتحقيق أهدافه لأنه رأيه قاطع ما في تردد فيه، يبقى هذا القاطع. شكرا نوها. قال حكيم، الفريق للطلاب، قال حكيم إذا أعطيت أحدا سرك فكنت له أسيرا عاملا مخلصا نديما، أسرع فريق الطلاب. فريق الطلاب أسرع شباب. ليث لو تسمع، ريان، أي حد، إبراهيم السليم لو تسمع. فيصل ممكن أجاوب؟ تفضل فيصل. أسيرا يا أستاذ. أحسنت، إجابة صحيحة. قال حكيم إذا أعطيت أحدا سرك كنت له أسيرا، إنه إيه يتحكم في سرك، هذا ممكن يساومك عليه كما قلت. إذا سألت ماذا فراغ لأحلامك، سؤال للطالبات، إذا سألت ماذا فراغ لأحلامك التي تريد تحقيقها، إذا أجبتني لا شيء فراغ أنت وأحلامك بسلام، قول مشهور.
الإجابة سريعاً فريق الطالبات. سارة تفضلي. سارة جيم. جيم أحسنت، إجابة صحيحة. إذا سألت ماذا فعلت لأحلامك التي تريد تحقيقها تحقيقها، إذا أجبتني لا شيء فارقد فارقد أنت وأحلامك بسلام، ده قول مشكور. شكرا لك. بدأنا في الطالبات ننتهي بالطلاب. هذا السؤال الأخير. أحسنت، ده قول عربي مشهور جدا برضه 22، اللي يعرف من الطلاب يبقى ممتاز. أخاف أن يزيد بعدك فتنسى فراغ، أو يزيد قربك فتبصر فراغ. فتبصر فراغ. سريعا يا شباب. أخاف أن يزيد بعدك فتنسى فراغ، أو يزيد قربك فتبصر فراغ. أسرع للجواب ارفع يده. سويان تفضل. سويان مين رفع يده؟ سعود. ايه خاف ان يزيد بعدك فتنسى محاسني، او يزيد قربك فتبصر عيوبي. احسنت، اجابه صحيحه. هذا قول عربي مشهور، اخاف ان يزيد بعدك فتنسى محاسني، يعني تنسى ايه ما كان بيننا من ايه من علاقه جيده، او يزيد قربك فتبصر عيوبي، يعني الاهتمام الزائد والايه والاهمال الزائد كما نقول، عندما تقترب الى شخص لا تقترب اليه ايه لا تبتعد او ايه او تقترب كثيرا، تبتعد كثيرا تنسى ايه تنسى اصلا، اقتربت كثيرا فتاخذ تشوف العيوب الموجوده فيه، فخليك ايه وسط، ليس ايه بعيدا تماما ولا قريبا فتمل وترى عيوب الناس. اي انسان في عيوب، عندما يكون انسان قريب جدا منك يرى عيوبك بكثرة، فلا بد أن يبتعد، يعني يترك لك مجالا من الحرية أو من الإيه الخصوصية. فإيه بقى قال العربي هذا نصيحة، قال أخاف أن يزيد بعدك فتنسى محاسني، أو يزيد قربك فتبصر عيوبي، قول مشهور عند العرب. شكرا لكم للطلاب والطالبات، جزاكم الله خيرا. تفضل حبيبي أسمعك. إذا ما عليك أمر أستاذ، يعني عادي تحل السؤال 23 بس. 23. لا تعجزك ضخامة الأمنيات، فربما بدعوة واحدة ترفعها إلى الله تجلب لك ضخامة. المفتاح بتاع الجملة مين يسألني اسمه؟ الاسم معلش مين يسأل؟ تركي الغامدي. تركي الغامدي. تعجزك يا تركي هنا هي المفتاح الإجابة، لأن ضخامة لا تعجزك ضخامة الأمنيات، حاجة ضخمة، فبدعوة واحدة ترفعها إلى الله تجلب لك. شكرا لك يا تركي. أي حد عنده سؤال يا شباب يتفضل يسألني. تفضلي من سالي ولا من؟ إيه تفضلي سالي. في الورقة الثانية سؤال 15. سؤال 15 اللي قبل يعني؟ إيه اللي قبل هذا. اللي قبل هذا. إن الصداقة الحقيقية. إيه أستاذ في الإجابة ألف مو نقدر نأخذ الإجابة الأولى اللي هي الود، وجيم نأخذ النيل، يعني تصير الود والنيل، مو يصير زي كذا مع بعض؟ لا ما يمدينا، لازم واحدة كاملة، عشان كذا بقول لك الأقرب. إيه إيه يعني أنا أقصد إيوه، أن بس يعني مثلا شلون أعرف إيش الأنسب مثلا؟ صح أحسنت فعلا. أحيانا يا سالي الإجابة تبقى إجابتين قريبين جدا في المعنى، لكن الايه زي ما قلت لك الصداقه، يعني مثلا الاقوى الاقوى زي ما انت قلت كده فعلا، ان الصداقه الحقيقيه هي التي تكون فيها الود الصادق والحب في الله لا يهدف الى المصالح ونيل المطامر. ايه نيل اقوى من تحقيق، لكن عشان اوازن بين الاثنين الود هي الايه الاقوى وتحقيق. اما الهدف، الهدف هنا ليس ايه ليست ايه تمشي مع الحقيقيه تحقيق هدف معين، لا، إنما هنا الود هو الأصل. معي؟ لذلك حتى نوازن بين الاثنين الود والتحقيق أقوى، لأن نيل صحيحة وتحقيق أيضا صحيحة كما قلت، ومكسب وكسب أيضا صحيحة. الفيصل عندي الكلمة الأولى كما ذكرت، الهدف ولا الود الأقوى؟ فرأينا الود، لذلك إيه اخترنا الأولى، لأن الود هي أقوى من إيه
من الهدف. معي سالي؟ اه يعني كلمة تحقيق صحيحة يعني مو غلط. صحيحة أيضا صحيحة. أنا حسبها غلط. أنا حسبها لا غلط. لا لا تحقيق المطامع، واحد يحقق مطمع أو ينال مطمع أو يكسب مطمع. لذلك وأرى أن كسب المطامع أقوى في المعنى لو قلنا كسب المطامع، لكن العام المعنى العام بتاع الجملة هنا إيه هذا التحقيق ماشي مع التحقيق عشان الود اللي قبلها هي اللي قوت الإيه هذا المعنى. خلاص؟ طيب اللي عنده سؤال يا شباب غير سالي يلا. سريعا اتفضل اسمعوا. ها يا ريت لو حد عنده سؤال يتفضل اسمعوا. شكرا لكم جزاكم الله خير. ايه اتفضل اسمع. مين؟ ما عليك بس مو انا، ماريا كتبت عندها سؤال 10. اسمع معلش ما تابعت السؤال 10 تسال. انا عندي سؤال 10. ابشري يا ماريا ثواني. سؤال 10 يقول الصداقة سؤال 10 الصداقة طبعا تحمي صدقك كلما ازداد نقط ازدادت الحاجة إليها. طبعا الإجابة الصحيحة وإن حد يجيب من زملائكم بسرعة هي الإجابة كما أراها أنا سريعا أترك المجال تحلوا أنتم أسرع يرفع يده من مشعل. فضل يا مشعل أسمعك أسرع مش عارف على المايك. الصداقة هل كالمظلة كالحديقة كالمال كالعمل؟ ما أسمع مشعل. أرسل بالشات يقول باء. يقول باء ماشي معلش كويس يا سالي. كالحديقة طبعا لا خطأ سالي جيب. تفضلي سالي. ألف كالمظلة. ألف إجابة صحيحة. لماذا؟ لأن الصداقة هنا المعنى الحقيقي الصداقة كالمظلة. طب ايه الفيصل الكلمه اللي بعدها كلما ازداد المطر ازدادت الحاجه اليه غير لما اقول الصداقه كالحديقه كلما ازداد الغبار ازدادت الحاجه اليه. لا لا احتاج الى الحديقه عندما ياتي غبار ولكن احتاج الى بناء ادخل داخل البناء ابتعد عن الغبار. ولكن هنا الاجابه الاصح المظله. لماذا؟ لاني احتاج اليها فعلا كلما ازداد المطر كلما ازدادت الحاجه الى الايه الى المظله. تفضل حبيبي اسمعك. ليش مو بجيم كالمال؟ مو بجيم كالمال يعني المال لما يزيد ازداد الفقر. يعني الصداقة كالمال كلما ازداد الفقر ازدادت الحاجة إليها. ازدادت الحاجة إلى المال. اسمع كده بس إيه حاجة إيه إيه إليها. خلاص يعني في حاجات أشياء بتدل على قوة الإجابة أو غير قوتها من خلال يا شباب الضمائر من خلال الفهم الإيه. طيب السؤال حد عايز يعني جيم اللي كان بيشوف جيم طبعا غير رأيه الآن واللي كان شايف ألف طبعا إجابة صحيحة كالمظلة. اللي عنده إجابة السؤال يا شباب يتفضل سريعا. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. وهنا ننتهي يا شباب من هذه الدورة. يريد لو إيه لو حد عايز يستفيد من الأسئلة السابقة أو طريقة حل هذه الأسئلة التي قمنا بشرحها يقوم المسجلة هنا على نواة أكاديمية نواة يرجع لها هي مسجلة الآن. وشكرا لكم واعذروني لو كان في أي سهو غير مقصود في الأسئلة السابقة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعطيك العافية أستاذ ما قصرت. العافية شكرا لكم جزاكم الله خيرا. شكرا شباب شكرا بنات السلام عليكم. يا أستاذ تفضل حبيبي اسمعك. كيف أقدر أطبع الأوراق هذه؟ أنت مدست إيه؟ على مدرسة مدرسة حي القيروان مدرسة التربية النموذجية. أي معلم لغة عربية عندك هتلاقي عنده هذا النص هذا الموضوع اللي إني حاولت أرفعه على الشات يا شباب ما مداني أرفعها كبيرة مرة. حاولت أرفعه على الشات الآن ما قدرت أرفعها لكن لو أو تواصل مع الإدارة بتاعتك في المدرسة هي موجودة في التربية النموذجية عامة هي التربية النموذجية اللي مسويها. يعني لو انت تواصلت مع اي معلم في اللغة العربية عندك في المرحلة الثانوية تقول له بس يا ابي اللي كراسة لو انت شفت العنوان بتاعها معايا على الشاشة هذه هنا مدارس التربية النموذجية بتفكير اللفظي الصف الاول هو معمولة للصف الاول الثانوي عامة او المرحلة الثانوية كلها هذه موجودة عندك في التربية النموذجية عامة. لو سألت اي معلم صورها وارسلها لهم
الإدارة عندك بيجيبوها لك إن شاء الله. طيب يعطيك العافية. الله يعافيكم. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا شباب، السلام عليكم ورحمة الله.